Word in action كلمات في أفعال. Number one, listen, استمع. Point, أشر. أنت say, وقل. The mouse is on the chair. طيب متى نستخدم ال on؟ نستخدم ال on في الأيام الأسبوع، في التواريخ. On Sunday, on Monday, in Tuesday, in Wednesday, in Tuesday, in Friday, in Saturday, on 23 January, on the chair. طيب the mouse is in the cupboard. نستخدم ال in في أشهر السنة وفي السنة. مثلا أقول in 2030 يعني in 2030, in January, in February, in March, in April. طيب the mouse is under the bed. الفأر أسفل السرير أو تحت السرير. The mouse is next to the fries أو the fridge. الفار بجانب الثلاجة. The mouse is behind the table. الفأر خلف الطاولة. Sound and letter أصوات وأحرف. Listen استمع. Say قل. And match ووصل. Then write the missing letter. ثم أكتب الأحرف الناقصة. Cloud غيوم. Mouse فأر. House منزل. Mountain جبل. أعطونا جملة. The mouse is in the house. In داخل. الفأر داخل المنزل. طيب الأون للأشياء الداخلي, الأشياء اللي داخل. والأون هذه الأون. الإن للأشياء اللي داخل. والأون للأشياء الخارج. طيب next page. fun time وقت المرح. two hands game. listen and move your hand. استمع وحرك يديك. طيب حط ايدك تحت والايد الثانية فوق. فهذه ايش؟ on. on مثلا on the table, on the book على الكتاب, على الطاولة. in داخل مثلا in the cupboard, in the room, in the living room داخل. طيب هنا حط ايدك تحت والايد الثانية فوق. الإيد اللي تحت نقول under أسفل. هنا نحط إيدنا جنب بعض فنقول next to بجانب. مثلا أنت next to your mother. أنت بجانب أمك. behind خلف. the wall behind you الجدار خلفك. وبذلك انتهينا من درسنا اليوم. أتمنى أن يكون خفيف عليكم, كما أتمنى في حال الإعجاب الضغط على لايك وسبسكرايب. إلى اللقاء.